بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا مزيان وديما تكونوا في احسن حال. مرحبا بكم في قناه مريم المتنوعه. اليوم ان شاء الله بغيت نقدم لكم واحد الوصفه رائعه ومفيده للناس اللي كيعانيوا من التعب والارهاق الشديد والاعصاب وقله النوم. هذه الوصفه هذه عباره عن مشروب سحري ورائع مفيد بزاف البنات، كيعالج الكثير من المشاكل منها الجهاز الهضمي والقولون والتعب. المكونات ديال هذا المشروب سهله وبسيطه متواجده باذن الله ومجربه، ما تخافوش من مكونات هذه الوصفه هذه، كلها مفيده وكنجربها انا شخصيا ومضمونه باذن الله. وهذه الوصفه مكوناتها بسيطه، يعني يستطيع اي انسان اقتناء هذه المكونات هذو. وهذا المشروب هذا سحري كما قلت لكم، كيعمل واحد التهدئه وكتحسوا بواحد الاسترخاء، صراحه زوينه. وبقاو معايا نقول لكم المكونات. بالنسبة للمكونات عندي هنايا 5 الوراق ديال النعناع، اكيد منظفة من قبل، نغسلوهم مزيان. 5 اوراق ديال النعناع، وعندي هنايا معلقة كبيرة ديال ازهار البابونج، حتى هي كننظفوها مزيان من دوك الاتربة. وعندي هنا معلقة ديال اللويزة، ضروري المكونات نغسلوهم مزيان كما كتشوفوا. وغادي نحتاج كأس كبير من الماء المغلي، وغادي نجيب كأس ديال الزجاج طبعا، وغادي نضيف هذوك 5 اوراق ديال النعناع، وغادي نضيف معلقة كبيرة ديال ازهار البابونج، وغادي نضيف هذيك المعلقه كبيره ديال اللويزه. وغادي نضيف الماء المغلي للمكونات ديالي، ومن بعد غادي نغطي هذا المشروب هذا لمده ديال 20 دقيقه. نغطيوه لمده ديال 20 دقيقه باش هذوك المكونات كتلقوا لي في داك الماء المغلي. من بعد ما تدوز 20 دقيقه هذا المشروب هذا غادي نصفيوه، وغادي نحليوه بمعلقه صغيره ديال السكر سنيده ولا معلقه صغيره ديال العسل، من احسن العسل. بالنسبه للسكر بامكانكم ديروا جوج معالق على حسب الرغبه. غادي نصفيه وغادي نضيفو ديك المعلقه ديال السكر او العسل، ومن بغيو نعسو كنشربوه قبل النوم، كنشربو هذا المشروب هذا قبل ما نبغيو نعسو. نعاود معكم البنات، كيف قلت لكم من بعد 20 دقيقه كنصفيه وكنحليوه بالسكر او العسل، وغادي نستعملو هذا المشروب قبل ما نبغيو نعسو. نكونوا موجودين من قبل باش نخليوه 20 دقيقه، ومن نبغيو نعسو ناخذ هذا المشروب هذا ونشربوه. الصراحه البنات راه رائع، كنحسوا بواحد التهدئه في الاعصاب والمكونات مفيده اللي فيه، كيعالج لنا الارهاق الشديد والتعب وقله النوم والاعصاب. وكان هذا هو المشروب السحري والرائع مفيد، عنده فوائد عديدة أنا قلتها لكم. كنتمنى تجربوه من الإعجاب ديالكم، ومضمون بإذن الله عن التجربة ديالي الخاصة، ويديروه الصغار والكبار غير مضر. كنتمنى البنات تجربوه من الإعجاب ديالكم، المشروب زوين. ما تنساوش تدعموني باشتراك وتفعلوا الجرس، تخليوا تعليق، ديروا لايك وتبارتاجيو الفيديو باش تعم فائدة. إلى فيديو آخر، مع السلامة.